هو برضو. هو رمزي ده ما بينامش، مبطلش تلفونات ولا رسائل، يتفلق يولع بجاز. انتي عارفه انتي مشكلتك ايه يا بيجا؟ ايه؟ انك حبيتيه ولسه بتحبيه. بكره خف، بس بعد اللي عمله رمزي ده انا مستحيل اسامحه. مش كفايه ان عايشه سابت البيت من تحت راسه وخني يا بوسي؟ خني. عندك حق، الا الخيانه. مين اللي بيكلمك الساعه دي؟ ده سيف. سيف مين؟ سيف الظابط بتاع الاسم. وجاب نمرتك منين بقى ان شاء الله؟ اصله كان جاي عندي الشغل، كان عايز مني خدمه فاخد موبايلي. يعني بكلمك دلوقتي عادي؟ قلة ذوق. طب بصي انا اروح انام، تصبحي على خير يا حبيبتي. انت من اهله يا روحي. ما تنسيش تروحي لماما بكره. ماشي ماشي. انا سيف ما تخافيش. انت بتعمل ايه هنا؟ وربنا انا مظلوم وما كنتش عارف انام غير لما اجي افهمك الحقيقه. حقيقه ايه؟ البنت اللي شفناها نعرفها فعلا، بس مش زي ما انت فاهمه. امال انت عارفه دي بتشتغل ايه؟ ايه؟ قواده. يعني ايه؟ بتجيب لي شغل. والله يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ جراح يا عم دهيش، حد يخبط على الناس في منتصف الاهلي كده؟ حرامي يا سعد البيه، حرامي حرامي. صح البيه بسرعه. حرامي في ايه يا درويش؟ في ايه حرامي يا سعد البيه؟ حرامي فين؟ حسيت بحركه كده غريبه في الجنينه وسمعت الست بوسي بتصرخ. بوسي 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 بوسي. بيتك صحيت البيت كله. بوسي 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 بوسي. سيب انت 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 ايه اللي جابك هنا؟ تلاش يا باشا، هو جري بس هنجيب امه. هو مين؟ حرام يا باشا. انما انت جيت هنا ازاي؟ مين؟ انت جيت هنا ازاي؟ انا؟ ايوه. لا ده انا اصلي كنت بمر في دوريه ولقيت الحرامي متشعلق في البلكونه. فطلعت اجري وراه، الزار حس بيا جري يا باشا. بس هيروح فين؟ هنجيب امه. شوف الداخليه يا اخي، يعني الحرامي حتى قبل ما يفكر انه ينوي ينط على حد يلاقي الحكومه قدامه. سيبوني انا، سيبوني انا هغرقه ميه. نار ضرب نار، والساعة تلاتة بعد نص الليل. انتوا ايه؟ مفيش احساس؟ ده انتوا ارهابيين. يا رب الحل من عندك انت يا رب. يا تاخدني انا وتريحني، يا تاخدهم هما وتريحني برضو. يا حاج عبد العزيز في ايه؟ انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ انتوا اللي مصحيني. ضرب نار، ضرب نار يا بهجة بيه. حرامي، حرامي ولط علينا والبوليس معانا اهو. مساء الخير يا حاج عبد العزيز، ازيك عامل ايه؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مش عايزكم تقلقوا يا جماعه، انا عايز كله ينام ويطمن، احنا حواليكوا وبنحميكوا. خش نام يا حاج عبد العزيز، خش نام انت. هنام؟ حد يسكن جنب دول ويعرف ينام؟ طب يا باشا استأذن انا بقى. رايح فين؟ همشي. تمشي ليه؟ انت رايح فين؟ انا مش عايز ازعجك. مش عايز ازعجني ايه؟ ده انت ضارب نار. يلا اخرج من الباب، يلا. ماشي يا باشا، تصبحوا على خير، انا مش عاوز حد يقلق.
احنا حواليكوا وبنحميكوا، مش عايز حد يقلق. ربنا يقويك. الحرامي ده هنجيب ام ضروري. السلام عليكم. يلا قولي ده خليه معاكي عشان لو اي حد جه على طول تروح تخاب الميه. ها اه اكيد. ولا خليه معايا عشان ابلع مال العيال بالليل. معالي الوزير، نشهد لسيادتك انك استطعت خلال فترة وجيزة انك تظبط منظومة الامن في البلاد، لكن لا اخفي سرا على معاليك، الشعب ما زال يطمح في المزيد. ادينا بنحاول يا استاذ مصطفى. الامن هو الشيء الوحيد اللي المواطن بيشعر بيه على طول. الحقيقة اللي لازم يعرفها الناس كلها ان المواطنين هم الظهير الحقيقي للشرطة. عرفت يا معالي الوزير خلال بحثي قبل هذا اللقاء ان معاليك استطعت بحزم شديد قد يقترب احيانا من القسوة انك تقضي بصورة كبيرة على الفساد والرشوة والمحسوبية داخل الوزارة. واسمح لي معاليك اكرر جملة سمعتها من احد ضباطك لما قال لي الراجل ده ما بيعرفش ابوه. اسمح لي اختلف معاك في التعبير اللي استخدمته او اللي استخدمه احد الزملاء وهو بيوصفني وبيقول ده ما بيعرفش ابوه. انا اعتقد ان الانسان الحازم الحاسب في قراراته لازم يكون يعرف ابوه كويس ويقدره حق قدره. انا شخصيا نشأت على كراهية شديدة لكل اشكال الوساطة والمحسوبية، ومؤمن تمام بان التغاضي عن الاخطاء خير يا باشا كانت صغيرة وجريمة وجريمة لا تغتفر لانها جريمة فساد وافساد مع سبق الاصرار والترصد. معالي الوزير، اسمح لي أتجرأ وأسألك سؤال يحمل بعض الخصوصية. تفضل. هل قمت سيادتك بنقل سيادة اللواء وجيدة الأسيوطي حرم سيادتك إلى ديوان الوزارة كنوعا من العقاب الرادع، نعم أم لا؟ نعم. نعم. تالي دي مسألة عادية جدا، حصل خطأ، حصل تحقيق، حصل الجزاء. ولكن معليك بيتردد في أروقة الوزارة أن العقاب كان أشد من الخطأ. بالتالي ده قراري أنا وكان هيتنفذ على الكل. بتبقى حركات بتبقى حركات كده في الأدر بتتسوى يعني. ربنا يسهل ربنا يسهل. طب أنا حزيع سر ولأول مرة، أنا ليا ابن ضابط في الداخلية، محدش إطلاقا يعرف إنه ابني، حتى أقرب الناس ليا في المكان اللي بيشتغل فيه. لما جه يقدم للشرطة قدم بنفسه، معرفتش إلا لما تجاوز كل الاختبارات. لما تخرج ودوه السلوم، وبعدين ودوه الصعيد، وبرضه ما تدخلتش في سيرة العملية إطلاقا. عم بيضحكوا عم بيبكوا والله عم بيدلدوا نهار السواح. رغبته اللي تلاقت مع رغبتي. قال الرغبة بتتلاقى مع الرغبة. الجواز هو إجابة قبول. سعيد إيه يا عم وسلم؟ إيه سعيد أو سلم؟ خليها في سرك بقى، معروفة. إيه يعني هو تلاقي ابنه دي مسنطره في قلب أمن الدولة ولا حطه في المطار، يعني هو هيتمرمط زي ما إحنا كده متمرمطين يا أولاد. يلا صدقوا بالله أنا هقول لكم على الحكاية، بس الكلام اللي هقوله ده ما يطلعش بره، بره المكتب ما يطلعش. ابنه دي شغال مع واحد عقيد صاحبه كده الروح بالروح، بيحكي لي عنه كل حاجه، بيدعلك بيحكي لي عنه بلاوي. الواد اتم بيمسك كده اهو كده هو نافخ نفسه زي الديك الرومي، بيدعلك بيمسك النسكافيه بيشرب نسكافيه زي ابوه، والمديله في ايد التاني يفضل يلف في ايده يشرب كده ويلف كده اهو، ناكل شعره من غير لا كاب ولا بتاع ولا حاجه. هو الواد ده بيتعامل مع كل القيادات على انه هو الوزير. يا سيدي الوزير، اي والله يا سيدي والله يا سيدي يا باشا.